الرباعية الدولية تعرب عن القلق من الخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة. جاء ذلك في أحدث بيان أصدرته اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات عقب اجتماع عقدته الأحد في العاصمة البريطانية. تصدرت أحداث بحر عمان الأخيرة اهتمامات الرباعية التي تشكلت في الأساس لمتابعة التطورات الجارية في اليمن والتنسيق المشترك بين الدول الأربع حيالها، لكن بيانها الأخير أشار إلى انشغالات الدول الأربع بالتداعيات الناجمة عن الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة في 12 من مايو المنصرم وتلك التي وقعت في بحر عمان في 13 من الشهر الجاري، مشددة على أن الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي يعتمد عليها الجميع. بيان الرباعية أدان الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني في السعودية في 12 من شهر يونيو والذي أوقع 26 إصابة بين المدنيين مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز، وعبر عن دعم الرباعية الكامل للرياض ودعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. لم تمضي سوى ساعات قليلة حتى كرر الحوثيون هجماتهم على المطار ذاته، موقعين هذه المرة 21 إصابة وقتيلاً واحداً جراء هجوم بطائرة مسيرة على موقف للسيارات في المطار. وكان اللافت في بيان الرباعية أن اللجنة تناولت القضايا المتصلة بتطورات الوضع في اليمن في الفقرات الأخيرة من البيان، واكتفت بالتعبير عن القلق من إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، ودعت الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدة الإنسانية. وعلى الرغم من أن وزراء الرباعية أكدوا التزامهم بالعملية السلمية وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216 ودعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، إلا أنهم اكتفوا بدعوة الحوثيين إلى الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف دون إشارة إلى مدينة الحديدة، محيلين إلى مجلس الأمن أمر مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه المرتقب في 17 من شهر يوليو المقبل.